مرحبا بكم مشاهدينا الكرام إلى موجز لأهم الأنباء من قناة النبأ الإخبارية. أفادت مصادر النبأ بالمرج باعتقال وزير الداخلية السابق بالحكومة المؤقتة يونس القهوجي من منزله بالمدينة. وقالت المصادر أن عناصر من الميليشيا 106 التي يقودها خالد حفتر نجل أمر ميليشيات الكرامة داهمت منزل القهوجي في ساعات الصباح الأولى واقتادته إلى مكان غير معلوم بحسب المصادر. وتأتي هذه العملية إثر سلسلة من عملية اعتقال لعدد من القادة العسكريين في المنطقة الشرقية واقتيادهم إلى مكان مجهول من قبل اللواء المذكور، وكان آخرها اعتقال عميد بلدية بنغازي السابق اللواء أحمد العريبي. أعلنت وزارة الداخلية بالحكومة المقترحة استلام مكتب حراسة الأهداف الحيوية لميناء طرابلس البحري من الفرقة الثامنة المعروفة بالنواصي بهدف تأمينه. وذكرت الوزارة عبر صفحتها بفيسبوك أن قوة الحراسة التي استلمت المقر تابعة للإدارة العامة للأمن المركزي ومكونة من شرطة متخصصة. كما أصدرت داخلية المقترحة قرارا يقضي بضم مكتب الأمن المركزي عنزارة لقوة التدخل السريع تحت مسمى واحد وتعيين أمر الله. شكل نائب العام بطرابلس لجنة للبحث في الوقائع المنسوبة للمعتقلين والمحتجزين لدى قوة الردع وإحالتهم للنيابة العامة خلال المدة المحددة قانونية. وجاء ذلك عقب اجتماع انضم النائب العام ووزير الداخلية المفوض عبد السلام عاشور وأعضاء قسم التحقيقات. وقال المكتب الإعلامي للنيابة العامة في بيان عبر صفحته بفيسبوك إن النائب أصدر تعليمات بسرعة إحالة محاضر الاستدلالات الخاصة بالمتهمين المقبوض عليهم لارتكابهم وقائع مجرمة من قبل الأجهزة الضبطية. طلب البرلمان العربي البعثة الأممية في ليبيا بالتزام التوافق الليبي وعدم طرح مشاريع أخرى للتشويش على المسار المطروح من قبل الليبيين. وأكد البرلمان في بيان له عن ليبيا ضرورة إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية للدخول في المرحلة الدائمة ومبديا استعداده لدعم العملية السياسية في كافة مراحلها. وشدد البرلمان العربي على ضرورة الإسراع في توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية وفقا للحوار الجاري بين العسكريين الليبيين بحسب البيان. وجه رئيس الوزراء الإيطالي جوزيبي كونتي دعوة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون للمشاركة في المؤتمر الدولي الذي تستضيفه مدينة باليرمو الإيطالية بشأن ليبيا. ونقلت وكالة واكي الإيطالية عن كونتي قوله إنه دعا ماكرون لحضور المؤتمر رغم الاختلافات في وجهات النظر حول الشأن الليبي. ومن المقرر أن تستضيف مدينة باليرمو الإيطالية مؤتمرا دوليا حول ليبيا يومي 12 و13 من شهر نوفمبر القادم بحسب ما أعلنته الحكومة الإيطالية. شكرا لكم على المتابعة ودمتم في أمان الله.